كادري للاعبين المدعوين لمقابلة تونس ليبيا تتسويت الكونسي. كونسي كان على الناخب الوطني في ندوة صحفية بمقر جامعة كرة القدم عن قائمة اللاعبين المدعوين القائمة في أيمن دحمان، البشير بن سعيد، معز بن شريفية، ديلان برون، منتصر التالبي، نادر الغندر، ياسين مرياح، يان فاليريا، ليل عابدي، علي معلول، محمد دراجر، وجدي كشريدة، عيسى العيدون، يانيس بن سليمان، الياس الصخيري، غيلان الشعلالي، حنبعل المجبري، محمد علي بن رمضان، شيم الجبالي، والمهاجمين ياس العاشوري، فراس بالعربي، هيثم الجويلي، سيف الدين الجزيري، عمر العيوني، والقائد يوسف المساكني. هذه قائمة جلال القادري. ولكن السؤال والموضوع اللي تحكي فيه في أكثر من بلاتو، هل عادي بعد المشاركة في المونديال نمر إلى قائمة المقابلات ذوما والقائمة جديدة على أبواب المشاركة في الكان؟ إن شاء الله الحاجة الوحيدة اللي صارت وهبطت على صفحة الجامعة اللي كنا حكيناه ذات يوم، انعقد نهار 29 ديسمبر بمقر الجامعة اجتماع تقييمي قادم في الإطار الفني للمنتخب الوطني وبحضور أعضاء المكتب الجامعي عرضا مفصلا يتعلق بفترة التحضيرات والمشاركة وغيره إلى آخره. وفي نهاية هذا الاجتماع التقييمي أعلن رئيس الجامعة أن السيد جلال القادري عبر على رغبته في المغادرة نظرا لالتزامه المسبق بالاستقالة في صورة عدم الترشح للدور الثاني، نحكي على المونديال. أثر ذلك انعقد اجتماع المكتب الجامعي تم خلاله رفض طلب جلال القادري وإقرار مواصلته لمهامه على رأس المنتخب بناء على العقد الحالي المبرم مع الجامعة والذي يتواصل إلى حدود سنة 2024 مع مواصلة جميع الإطارات الفنية المساعدة له في مختلف الاختصاصات. هذا كان هبط بتاريخ 29 ديسمبر 2022. ومن ذلك الوقت معنا حتى إخبار، معنا حتى ندوة صحفية تقريبا، معنا حتى حضور إعلامي معنا تحكي فيه مع المسؤولين في الجامعة مع الناخب الوطني، ونمر مباشرة إلى القائمة. هما زوز مواضيع في موضوع، عادي يغيب الليشانج والحضور في البلاتوات والندوة الصحفية وصحفيين تسأل وناس تجاوب، تقييم ما فهمنا احنا منه شيء، ما شفنا منه شيء، جوست بيانه بات قال وراه عملنا تقييم والقادري قال نستقيل واحنا قلنا له لا ونواصل، عادي هذا الناصر رفيق اللي هو معمول به انك اليوم تعمل تقييم داخلي حاجة مهمة برشا بالنسبة للمكتب الجامعي والمدرب الوطني انه يقيموا الوضعية اللي صارت في المنتخب الإيجابية ولا السلبية والاختيارات الفنية وعليش ربحنا وعليش خسرنا وعليش عدلنا وعليش عملنا شو، هذاك حاجة مهم برشا يكون اونانتير، خاصة بعد برشا لغط وبرشا كلام انه المفروض، انا كنت نتمنى انه اليوم جلال القادري نعمل ندوة صحفية لتقييم المرحلة متاع المنتخب التونسي في كاس العالم، هي تنقص الضغط على الناس كل، خلي الصحفيين يسألوا سؤالات اللي هما حاجتهم بهم وهو يجاوب يعطي دي سيبور للشوا متاعه اللي عملهم باش ينجم يدافع على روحه، هكا تنحى الضغط على الناس الكل. المفروض حقها حلقة ناقصة، هي المفروض تصير ندوة صحفية مع جلال القادري، أي أخويا علاش عملنا هك وعلاش عملنا هك وعلاش اختيارات هذا وعلاش اختيارات هذه وعلاش تم انتداب هزن القطر أربع حراس، هذا الكل كان النجم نصير في ندوة صحفية ونخرجوا ماكن المزايدات كل واحد يزايد. إنك اليوم ما تخدمش سورتو ناصر أنه أوكي سيفيري بالنسبة لي فشل أنه لم نمر للدور الثاني أي. فشل ولكن معناها ديفوندابل، معناها نجم يقول لي أنا ربحت المنتخب الفرنسي والصحفي يقول له فرنسا ميس في أفضل حالاتها وموش التشكيلة المثالية، يرد عليه الناخب يقول له جزء كبير من اللاعبين اللي تحكيوا عليهم كانوا شاركوا مع الأرجنتين في الدور النهائي، سيفيري جينا في نهار مش ولا بد في المقابلة الأهم اللي هي أستراليا، ولكن عموما من بون بريستاسيون مع الدنمارك وبريستاسيون بها مع فرنسا ويتحكي في هذا الكل عادي. أنا نعتبره فشل عدم المرور للدور الثاني، يزي سادس مشاركة اللي توب باش نتعديو البالي، خاصة وأنها تزامنت مع مرور المغرب للدور النصف النهائي من كأس العالم، أنك تغيب وما تحكيش مع الصحفيين وما تحكي مع حتى حد وما تحضر في حتى بلاتو، هذا مقلق. إي لا صحيح رفيق أنا معاك 100%، وأنا متأكد راهو حتى في المكتب الجامعي أنا صار لي حديث مع بعض الأطراف في المكتب الجامعي ويعتقدوا انه اليوم حانت المرحله باش المنتخب التونسي يزينا من ترشح لكاس العالم، لابد ان نتعدوها المرحله هذه، لابد من ان شاء الله ان ترشحوا كاس العالم ان شاء الله المرحله الجايه، زاد كيف كيف يلزمنا نخموا جديا
باش نقدموا القدام باش نلقاو روحنا الدوزيام تور ونجموا نمشيو لبعيد في كاس العالم. هذا راهو يلزم يكون فما قناعه كلمه على القائمه. فما ملاعبيه حقهم موجودين في القائمه ولا لا؟ هذيك هي القائمه. هو اللي صار عليهم معناتها جدل كبير. هيكل الشيخاوي لاعب المنستير اللي يعمل في موسم استثنائي حسب اعتقادي انا، زي كيف رفيق الكمرجي اللي هو احسن هدف البطوله ما تمتش دعوته. زاد كيف نحكيه على رجوع جويني اللي تعدى من فورما مزيانه برشا، رجوع معز بن شريفيه اللي كان بعيد على المنتخب وعاود خذا بلاصه في بلاصه معز حسن، زاد غياب سته ملاعبيه اللي كانوا متواجدين في كاس العالم وتنحاو في الليسته هذه، نحكيو بلال العيفه، ديلان براون، نعيم سليتي، ايمن البلبولي، وفرجاني ساسي، وياسين الخنيسي اللي ما كانوش موجودين في القائمه هذه. فما سته ملاعبيه تنحاو بالنسبه للملاعبيه اللي مشاو كاس العالم. هذا الكل معناتها اليوم فيه جدل. تعرف رفيق وقت اللي تعمل قائمه موسعه للمنتخب التونسي ديما لا بد فيها ايجابي وسلبي، لكن اللي انا سمعته بالنسبه للشيخاوي ظهر لي عنده اصابه، هذاك علاش ما تمتش دعوته لمباراه ليبيا. باهي برنس، حتى الجوارات اللي ما تمتش دعوتهم واللي هو من ابرز الجوارات في المنتخب ينجم غدوه يعيط لهم. انا نقول عدم الجلوس مع الصحفيين وعدم تقييم ما قدمه منتخبنا هو هروب من الواقع، وهذايا استنسنا به وملينا منه ولينا نقولوا يا خويا اعملوا اللي تحبوا. خليك هذايا الهروب من الواقع اش يخليك تعمل؟ طفي الضوء كيما قاعدين عاملين توا. باهي توا جاب 25 جوار، اي انسان باش يناقشوا على 25 جوار والناصر ما حتى سمى جوارات اللي ما استدعاهمش، معناتها انا نعرف شنو في مخ الناس. حق هذوما وينهم؟ وين مستدعيتهم؟ شو باش يقول لك؟ يقول لك خايف في مقابله باش نستدعي 40، نستدعي اللي باش يلعب بيه يلعب اللي ما يلعبش. شوف حالنا واحوالنا من اللي ترشحنا للارجنتين لليوم هذيك هي ديما نمشيو نروحوا بنكته ولا اثنين وهزيمه وانتصار قالوا على فرنسا ودرا شنو، وهذا كنا نتوقعوه وانت تتوقعوا وانا نتوقعوا وانهم باش نركزوا وقت ربحنا فرنسا، فرنسا بطلت العالم والفرنسا اللي لعبت الفينال وكل شيء. نقول لك يا خويا تحبوا تخدموا هكايا؟ تحبوا تخدموا هكايا وفي الفيدراسيون تلموا كان في الفلوس؟ والله المنتخب بتاعنا لم يقعد على الحاله هذه وانا ما نحبوش يقعد على الحاله هذه. علاقه بالقائمه فما حتى قائمه عليها اجماع، فما حتى قائمه في العالم وباش تلقى جوارات ما عندناش فلاتات نتاع كوره يشبهوا لبعضهم. معناها واحد عنده كاليتي زايده والاخر عنده كاليتي فيها مشكله، معناها في معناها تتشابه وتتقارب المستويات. بو ثم دعوه هيثم الجويني ان شاء الله تكون له فرصه باش يعاود يلاقي الكاريير نتاعو باجماع. انا نذكر ملي كنا في التاسعه ناصر وعملنا بلاتو نتاع الكوره كل ما تحكي مع الفنيين يقول لك هيثم الجويني كأبار فلتة من الفلتات، كوره ما حبتوش عكسته مع الترجي، هو في وقت ما كان نومي فورم الجمهور زاد صبر 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 ومن بعد فد في الترجي، خسر 4-5 سنين في كاريره هيثم الجويني. اليوم على الملعب التونسي مقدم موسم متميز، شلعوته مع المنتخب تكون بوابه جديده باش يعاود يلانسي الكارير نتاعو. دقيقه محمود، اقل من دقيقه. هو ثقافه المحاسبه وثقافه ما عندناش في تونس راهو في كل شيء، معناتها ما نحصروهاش كان في الكوره والتقييم، خاصه ثقافه التقييم معناتها ما نحصروهاش في الكوره. الاشكال اليوم انه احنا نحبوا نقيموا المدرب ولا الناخب الوطني الورك هو ماهوش معزول على اللي صاير الكل، خاطر كي باش نقيموا المدرب باش نقيموا الاختيارات في جزء كبير منها ما يتحملش هو فيها المسؤوليه. نذكروا الضغوط اللي جات من الانديه اللي جات من داخل المكتب الجامعي كيف باش نهزوا اللاعب هذا وما نهزوش اللاعب هذا. دونك باش نقيموا الناس الكل، كان عليهم انه الناخب الوطني والمسؤول على الفريق الوطني والمسؤول الاول على الجامعه انهم كلهم يقعدوا على فرد طاوله ونسالوهم شكون هالاختيارات هذه نتاع شكون؟ اسكو الاختيارات هذه نتاع جلال القادري ولا بتاعكم كمكتب جامعي؟ كان فما فريق تونسي حتى لو كان هما يختاروا باش يقول لك انا محمود ليه؟ ما خاطر هو باش تحطه قدام الامر الواقع. كان اختارك اللاعبين هذوك جلال القادري هو يتحمل مسؤوليه. دونك اذا يتحمل مسؤوليه قال لك انا حبيت نستقيل وهو ما قال لك ليه؟ ايوا هو في هذه اعتراف ضمني انه جلال القادري راهو كي اخفق ما اخفقش وحده، ما نحبش نقول فشل لانه مهما يكون الانسان ما يفشل كان في الاخر بكل وقت ما عادش باش يعمل حتى شيء، ولكن اخفق في مرحله ان شاء الله في مرحله جايه ينجح، ولكن باش ينجح يلزمنا نعطيوه
كل الحاجات باش ينجح وما عادش ندخلوا في الاختيارات نتاعو. صديقني يقول يا رفيق اقوى اتاكون في تونس هيثم الجويني ولكن الاسابات اقوى من عرش ما نجمش نقيم، ولكن قلت كل الفنيين كنا في التاسع نحكيوا عليه وقتها واسمه طالع في الكواليس يقول لك راهو سي ان جوور تالونتيو دوي اور واحد معناها خارج من لو يسور دي لو بالنسبه لبقيه المهاجمين نتاع الفرق والمنتخب الوطني التونسي. نحكي بكري قلت على برون مش موجود تم دعوت جيلان برون بالنسبة لهيثم هيثم البروفيل من أحسن اللي زاتكم موجودين في تونس. ننتظر إن شاء الله بوابة جديدة وكارير تتلنسى مرة أخرى مع دعوته للمنتخب.